وأخيرا ابني رودرا إجا. أهلين، تشرفنا وشفناك بالبيت. تعا. لا، مو اليوم، مو اليوم رح خلي حدا يضايق ابني لو شو ما صار. سامرات، سومير، ميتالي، سونهيري، تعوا لعندي. فاتي كنتنا بلا ما ناديلك اجيتي لحالك، ما احلاكي اجيتي لعنا كانه حسك قلبي. هي عريسك اجا كمان لهون على البيت، وعمامك اجوا كمان، يعني كلنا اجتمعنا هون والتقينا. فعلا حياتنا بدون وجودكم ما كانت رح تكمل ابدا. رودرا ابني، منيح اجيت لحتى الكل يقدم لك التهاني ونخبرك كلنا شو رح نعمل. شو الدراما الجديدة اليوم؟ الدراما؟ هالمرة ما في أي دراما، هي بس دعوة إلك ابني. بعدين ما معي وقت أجلي. هلأ ما معك وقت، بس بعد 10 أيام حسب حسابك تلغي كل مواعيدك ابني. إيه؟ اليوم إجا الكاهن لعنا وخلص حددنا يوم عرسك العظيم، وما عاد فيك تأجل موعد عرسك أكثر من هيك. مهيني لهون وبس. ها وانا كمان عم اقول حاجه، هالحكي بكفي بقى. ابني رودرا بينام بغرفه، وبارفاتي بنتي بتنام بغرفه تانية، وهلا صار وقت انه تصيروا اثنين متزوجين قدام الكل، وصار وقت تنتقلوا لحتى تعيشوا بغرفه واحده قدام الكل. متاكده انه كل حكي هاد أكيد فرح لكم قلبكم كتير، ما هيك؟ وحاسين إنكم رح ترقصوا من الفرح. ألف مبروك لكم ابني. بمباركة القدير بحب أقول بعد 10 أيام من اليوم رودرا رنوات ابن أخونا دلشير رنوات رح يتزوج أخيرا ويثبت زواجه من بارفاتي عروستنا الحلوة اللي معنا قريباً. شو بك ابني؟ كأنه ما فرحت على هالخبر. يلا قرب وخود بركاتنا لحياة حلوة وزواج مثالي إلك وإلى دايما. أبوك قال إنه إذا تجوزت أنت رح تصير معك 100 قصة صعبة ومزعجة، بس أنا قلت إنك قد وبتقدر على المصايب، لأنك رح تتزوج البنت اللي أنت اخترتها واللي إجت لهون بلا زواج وعاشت معك بهذا البيت، فأكيد هيك ما رح يضل مشاكل. يلا تعا وخذ بركاتنا لزواج حلو. مهيني ليش عم تعملي هيك؟ ما عم أفهم. شو؟ أنا شو عملت؟ ليش حاسة إنه ابن سلفي وخطيبته مو مبسوطين بعرسهم؟ ليش مو شايف الفرح بعيون حدا منكم أنتو بالمرة؟ إذا أنتو ما انبسطتوا لكان مين رح يفرح فيكم؟ ليش حاسة إنه حدا حاطط على رقبتك سكين؟ يعني أنت مجبور تتزوج هاي البنت غصب عنها؟ فهمني، رح تعلق على قصة العرس بشي؟ احكي ولو كلمة.
لا يا عمتي، مالن 10 ايام بنوب. بعد 4 ايام مو اكثر رح نتزوج. شو رأيك انتي؟ برباتي مبسوطة؟ 4 ايام بتكفي نعمل فيهم كل التحضيرات اللازمة؟ لا 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 مو ليش لا؟ يلي بلحق يجهز بعشرة ايام بلحق يحضر باربعة ايام اكيد. وانا واثق فيك كتير يا عمتي، وتارك كل شي بإيدك. أنتي نظمي العرس، بتمنى تشرفي على كل شي، وهاد لأنك أكبر وحدة بالعيلة، وكمان لأنك بتكوني مرت عمي وأخت أمي. بقى وين الغلط؟ المجتمع والعالم كله بيقبل، وما عاد بيهمنا نحن بشي بنوب. أمورنا تمام، ومسؤولية العرس هلأ صارت كلها بين إيديكي، فحضر. دقيقة رودرا، بسمعني شوي. لا رنوات، علاقتنا تطورت بسرعة كتير، ونحن مضطرين هلأ أكيد نحكي لكم، ورح نكشف قدامكم كل شيء، وابتداء من هاللحظة رح نحكي بصراحة. خاصة إنه المصدر الوحيد لمصروفنا وأموالنا هو عمتي الغالية، وعمتي قدرت تجمع مصاري كتير، ورح تنبسط إذا صرفت المصاري على ابن أختها وكنتها وفرحت لهم. لا تخاف عليها أبداً، هي سيدة أعمال وبتعرف منيح شو تعمل تماماً بالأمور المالية، وبتعرف كيف تنظم كل شيء. أمورنا كلها تمام، ومسؤولية العرس هلأ صارت كلها بين إيديكي، فحضري. رودرا اسمعني بس شوية. لا رنوات، علاقتنا تطورت بسرعة كتير، ونحن مضطرين هلأ أكيد نحكي لكم، ورح نكشف قدامكم كل شيء، وابتداء من هاللحظة رح نحكي بصراحة. خاصة إنه المصدر الوحيد لمصروفنا وأموالنا هو عمتي الغالية، وعمتي قدرت تجمع مصاري كتير، ورح تنبسط إذا صرفت المصاري على ابن أختها وكنتها وفرحت لهم. لا تخاف عليها أبداً، هي سيدة أعمال وبتعرف منيح شو تعمل تماماً بالأمور المالية، وبتعرف كيف تنظم كل شيء. مو هيك يا عمتي؟ أنا من يوم يومي كنت أحلم دائماً وأتمنى من كل قلبي إنه بيوم عرسي خالتي تكون واقفة جنبي وتكون معي. يا ريت تهتمي وما تقصري يا عمتي، وتعملي لي كل شي بدي اياه على أتم وجه. وطبعاً هذا الشيء بيكون احترام لإلك قبل أي شيء تاني، مو هيك؟ وكمان هي طقوسنا، يعني مثل ما تعودنا بعاداتنا وتقاليدنا القديمة. يا ريت يا عمتي تحضري لي كتير منيح للعرس، من شان مكانتك قدام العالم مو أكتر.
أنت ليش هيك عملت؟ كيف استرجعت تحدد موعد عرسي أنا وأنت بهي السهولة؟ هداك اليوم كنا مجبورين واضطر أبوك يقول إنه نحن رح نكون متجوزين، بس اليوم مين اللي سمح لك تعمل هيك؟ مين سمح لك تخلي اسمي واسمك سوا ونكون جنب بعض؟ أنت اللي قتلت لي جوزي وهلأ جاية كمان تاخد محله هون؟ أنا عطيتك اسم ما بيناسبك غيره، شرير. على فكرة رح أقلك شي، أنت بينزعل عليك. بس أنا أحكي معك، تتطلع بعيوني مثل ما بدك ياني أحكي اللي بدك ياه أنت، بدي إياك أنت كمان تحكي اللي بدي إياه أنا. يعني أنا قاعدة معك تحت سقف واحد، وإذا حدا قال إني خطيبتك صدق بحس فجأة إنه كل جسمي انتفض. بقى بتتخيل كيف إذا صاروا ينادولي على إني مرتك؟ بتمنى إني موت قبل هالشي، على إني يكون على اسمك ولو لدقيقة واحدة. صدقني مو قادرة إني تتحملي، مو هيك؟ وعم تحترقي حرق من جوا، ما لكن ساعدي حالك وساعديني وقلي لي إنه كل حكي مزبوط واحكي لهم الحقيقة كلها، وإنه القافلة كان فيها أسلحة، وإنه تاجور هو يلي ورا صفقات تهريب السلاح، وكل شي عم بيصير بالقوافل. بسيطة، خلصيني ووافقي وقولي الحق وبعدين بترتاحي، وأنا بحررك من هالسجن يلي عايشة فيه ومن الحياة الصعبة هي، وبترجعي لوين ما بدك. هالمرة أنا يلي عم أسألك وبدي جواب، بتوافقي؟ معقول في هيك حدا بالدنيا مريض بالغرور هيك؟ أول شيء قتلت لي جوزي وهددت عمتي وضيعتي وكل هذا الشيء وما شبعت غرور لسه؟ ولا شكلك رح ترضى وعم تعاملني كأنك مجنون أو أنا مجرد عبدة عندك؟ مرة مرة مرة، أنت مجرد مرة ما بتشوفي غير حالك وما فيك تحسي بحدا. لعلمك أنا كمان خسرت رفقاتي ومقاتلين هالبلاد بسببك أنت وبسبب هداك اليوم يوم عرسك. ولعلمك اليوم كانت المحكمة، وإذا أنا ما رحت وبرهنت وانتي ما رحتي وشدتي معي ان الجنود يلي ماتوا هداك اليوم كانوا ابطال ودافعوا عن ارضهم، رح يعتبروهم اغبياء مو اكتر من هيك، ورح يروحوا بين الرجلين ودمهم بيصير بالارض. بس انتي شو بيهمك من هذا الشيء اصلا؟ شو بيعنوا لك؟ كانوا عبارة عن جنود اوفياء ماسكين بايدهم بواريد ليحموا وطنهم ويموتوا بس كرمال يدافعوا عنه، ورجال هدول بنظرك شياطين، ما هيك؟ الكل شهداء وما قالون أي مسمى تاني أبداً، وهذا الشرف لقالون. واحد من الشهداء كان هو الابن الوحيد عند أمه، وهلأ ليكو مات وترك أمه لحالة وحيدة وما عندها حدا. واحد تاني كان عنده أولاد صغار كتير كمان تركن يتيمين وعايشين على ذكرياته وبلا وجوده. وهلا ما عرفوا الكل مين المذنب بيناتنا والمجرم، فشو رح يكون مصير كل عيال الجيش؟ شو رح تكون ردة فعل هديك
هديك الأم يلي ابنها استشهد وتركها وضلت لحالها لأنه أخذ وعد إنه رح يحمل بارودته طول عمره ورح يضل شريف يحمي وطنه بكل قوته مع إنه وحيد. شو ذنبه؟ هو دافع عن وطنه واستبسل بكل طاقته، بالأخير مات شهيد فداء مع إنه هو ما ذنبه. شو ذنب أمه؟ بس يكون بعلمك أنت يا بنت، أي حدا بالجيش بحس بالأمان كتير وقت اللي بيكون لابس البدلة تبعه لأنه هي روحه وهي مرته وأمه وهي دنيته كلها، وبالنسبة لإلي هي الحياة كلها وأكثر. أما أنت فشو بتعني لك؟ شو بتعني لك البدلة ولا حتى وطنك وبلدك؟ لما الكل شكك بأهدافي كان لازم أقبل بكل شيء هلأ عم بيصير. ولعلمك أنا مستحيل اتنازل عن أي شيء أبداً، لأنه قضيت عمري لوصل للشغلة، وهلأ لما وصلت مستحيل اسمح لحدا ياخدها أو يوقف بوشي ويزن. وهي الوراق على الطاولة قدامك، بس توقعيهم كل شيء رح يخلص. بس إذا أنت ما وقعتيهم بتكوني جنيتي على حالك بإيدك، وما حدا رح يوقف هذا العرس، ورح أتجوزك وأحبسك بالغرفة. بتحبي ذكرك مين أنا ومين بكون؟ أنا يلي قتلت جوزك، بس رح صير بوشك ليل نهار. ومثل ما قلتي أنا واحد مغرور، إيه أنا مغرور. إذا إجت القصة على جنود بلدي فأنا أكبر مغرور بهالدنيا، وما في أي شيء بيعني لي غيرهم. وقعي. بيزدي رح يعطيك بس 4 أيام اعتبارا من هلا لتبرهن انه كل حكيك عن السلاح كان مزبوط، والعملية فعلا كانت بمحل وما كانت بهدف شخصي ولا بهدف انتقامي، وكان كل هالشي لخدمة الامن والبلد. وبهي المهلة بتبين فعلا انه كانت القصة قصة تهريب اسلحة وبتضر البلد. البيزدي رح يعطيك بس 4 أيام كان مزبوط، والعملية فعلا كانت بمحل ولا بهدف انتقامي، وكان كل هالشي لخدمة الامن والبلد. البيزدي رح يعطيك بس 4 أيام كان مزبوط، والعملية فعلا كانت بمحل ولا بهدف انتقامي، وكان كل هالشي لخدمة الأمن والبلد. لخدمة الأمن والبلد. لخدمة الأمن والبلد. لخدمة الأمن والبلد. يلي اسمه تجاوت هو يلي ورا صفقات تهريب الأسلحة، وكل شي عم بيصير بالقوافل. خلصيني وافقي، قولي الحق.
وبعدين ترتاحي، وأنا بحررك من هالسجن اللي عايشة فيه وبتروحي وين ما بدك. ليش حظي هيك منحوس؟ ما عم لاقي غير الفشل بس بحياتي، ولو ضليت ابكي للصبح هون ما رح يصير اي شيء غير اني رح امرض. واذا انا هلا قررت اني اهرب رح يحرق لي كل ضيعتي باللي فيها. وهلا هلا شو؟ ما رح توقعي على الوراق أبدا يعني؟ أنا معي حق وبعرف إنه لازم هلأ أكون واقفة بصفه، وإني لازم وقع هالوراق بإيدي هدول، بس ما بعرف شو بدي أعمل. طيب والعرس؟ أنا مستعدة أعمل بحالي أي شيء، أقتل حالي أو سمم حالي، بس مستحيل إني أقبل أتزوج هذا الشرير أبدا. سيدي أنت برأيك الزواج هو الحل؟ اللي سيدي أمان، 4 أيام بكفوا لحتى هي البنت تلين راسها معي وتحكي، ومن أول يوم حسيتها عم تتجاوب معي وبلشت تقتنع. هي مو خايفة من الموت، بس هي خايفة تنجبر تتجوز شيطان مثلي أنا، مو أكتر من هيك بنوب. وكل ما فكرت إنه رح تتزوجني جسمها كله بينفض وبيرتعب. خلي عينك مفتحة على تجاوي، ولا تخليه يروح من تحت نظرك ولو حتى ثانية واحدة بس. تعرف لأنه هالأربعة أيام بالنسبة لنا هنن أهم شي، هلأ لازم نعرف فيهم كتير شغلات عن تجاوي، لازم نعرف قديش عم يأذي ناس، شو مصير البنات يلي انخطفوا وانظلموا من قبل عند هالظالم الحقير هاد. ما وقعت على الأوراق ما هيك؟ وهلأ ليش بدك تتجوزها لكان؟ انت بتعرف انه هالشي مو صح بنوب. لكن اللي عم تعمله هي صح؟ ها؟ بسبب السكوت تبعها وعدم حكيها، شغلي وهويتي وجنودي كمان وكل مين معي بالشغل عم بيلومني على اللي عم بيصير. مصيرها هي هلا مبين، بس مصير ارامل الجيشي هو يلي مو معروف وبيزعل كتير، فهمت علي؟ زواجك من بارفاتي هلا ابني رح تنحل هاي الامور كلها؟ ما بعرف اي شيء نهائيا، العرس رح يصير بدون شك، هذا اللي حيصير وبس. من يوم يومي وأنا بحلم أحضر عرسك ابني وشوف عروستك، بس مو هيك ابني، مو هيك. بعمري ما تخيلت أني شوفك عم تجبر بنت على أنك تتزوجها هيك جبر يا ابني. لا رودرا لا، ابني الطيب جواز ما بصير بالقوة ولا بالضغط أبدا. رودرا ابني قلبك الكبير والطيب لا تموته. شو قصدك يعني؟ شو؟ هو الزواج الصح؟ مانو هيك؟ شايفك سكتت وما عاد تحكي، لا تعمل لي محاضرة.
اسمعني رودرا، خليني اقول لك شيء مهم ابني. صح انه انا ابوه، وصح نصيبي بالحب كان كثير سيء وضعيف شوي، بس هالشي ما بيعني ابدا انه علاقتك انت كمان بالحب رح تكون مثل علاقتي انا. اذا الاب عرج مو ضروري الابن يعرج. ليك فهم، في شيطان ساكن جواتك صح، وفي شيطان جواتي انا كمان، بس يمكن شيطانك الطف من اللي عندي وترك لك شويه حنان. لازم تفكر هيك ابني، فكر وغير بحالك اكثر من هيك. شو لوين رايح ابني رودرا؟ انت عريس جديد رح تتجوز وتجيب عروس، بقى يا ريت تاخد راحه كم يوم وتقعد. اجيت لاسالك شو رح تطبخوا، بقصد شو لازم يحضروا لك عشا بما انك عريس. بما انه بهالبيت في عرس فعاده الاكل بيتحضر حسب العريس وشو بده. هيك جرت العاده رودرا، وهي عاده حلوه كتير بهالمنطقه، ما هيك؟ هذا اللي منسميه تخاطر الأزواج. وهي إجت العروس الأميرة لحالها، وعميت ألف مهلة ماشية خطوة ورا خطوة، وإجت أخيراً. ليش عيونكم ما عم تتحرك؟ إذا من هلأ هيك لكان بعد العرس شو رح يصير؟ رح تطيروا من البلكون مثل العصافير؟ ما هيك يا حلوة أنتي؟ بارفاتي بنتي، روحي على المطبخ حضري لجوزك الأكلات، هيك العادات والتقاليد بالمنطقة اللي عايشين فيها. شو بك ابني؟ معقول تكون عم تفكر ليش أنا كتير مبسوطة بعرسك؟ هاد نحن عيلة وحدة، منفهم مع بعض وعنا نفس الواجبات تجاهكن أو اتجاهنا، ما هيك يا ابني؟ نحن عيلة وحدة ولازم نساعد ونفكر ببعض. مثلك انتي وينك لهلأ؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.